أهلا أحبائي، بحييكم في اسم الرب يسوع له كل المجد. بصلي أنك تتبارك اليوم من خلال هذه المشاهدة. السؤال: هل أنت في ورطة؟ تعرفوا إحنا كبشر عنا ضعفاتنا وعنا زلاتنا وعنا سقطاتنا، لكن أصعب شيء لما الإنسان بكون في مستنقع من الوحل، مش عم بيقدر يرفع راسه، محاط من كل ناحية، عم بحاول يجيبها شمال بتيجي يمين، مش عم تزبط معانا. وكتير مرات بنتورط في ورطات صعبة، مرات في ورطة ديون بيكون علينا مبالغ هائلة جدا، ومرات بتكون ورطة أسرية، حد في الأسرة ارتكب خطأ مما يسبب إحباط وفشل وكآبة وحزن وهم وغم في الأسرة. ومرات من ناحية شخصية إحنا بنكون ارتكبنا خطية، ولا سيما إذا خطية فظيعة في نظر المجتمع، مع أنه الخطية هي خطية في نظر الله. وأصعب شيء لما الإنسان بيكون في ورطة، دايما محتاج حد ينشله. تخيل معي واحد بيكون مديون بمبالغ هائلة جدا، وانت عارف انه استحالة انك تقدر تسدد، ويجي هيك شخص يسدد لك كل احتياجاتك. او اذا انت محتاج لبيت، شخص الرب يحط على قلبه يشتري لك بيت او سيارة، او يعني في حاجات اللي انت حاسس خلاص يعني في ثقل، في هم، ورطة من كل ناحية. أنا رح أتكلم عن امرأة كانت في ورطة، وهي الامرأة مذكورة في إنجيل يوحنا الإصحاح 8. يسوع أحبائي كان بعلم في الهيكل في الفترة الصباحية، ولما كان بعلم جاء الكتبة والفريسيون عم بجروا معهم امرأة. وتخيل الإحساس والشعور اللي عم بتمر في هذه الامرأة المسكينة أمام العيون الفاحصة، وأمام العيون المشتكية، وأمام العيون التي تريد أن تدين وتريد أن تنهي على الشخص. فتخيل إحساس العيون القاسية التي تريد أن تأذي. جاءوا بهذه المرأة أمام يسوع المسيح، وسألوه بنوع من الأدب لكن مبطن بشكاية بتجربة، والتجارب أو المجرب هو صفة الشيطان. ولاحظوا السؤال: أول شيء جابوها وحطوها في الوسط وإن كان يسوع بعلم، وباحترام قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، موسى، النبي موسى يعني، أوصانا أن مثل هذه الترجم، فماذا تقول أنت؟ طبعا يعني بتشوف هون العدالة العرجاء. إذا أنت مسكت امرأة في ذات الفعل، لماذا لم تأتي بالرجل؟ العدالة مش مزبوطة. وبعدين رياء مبرقع ملون مثل الحرباء، يعني جايين يا معلم، وجعلوا من هذه المرأة وقودا لتغذية نيران حقدهم. كان عندهم حقد وكراهية على المسيح، لكن أمام الناس في الهيكل عم بيتكلموا بأدب: يا معلم، أن موسى أوصانا أن مثل هذه ترجم. طيب إذا موسى أوصاك أن ترجم، ليه ما رجمتوها؟ فإذا لأنه في قوانين، واللي كان بيحكم الهيكل هي جماعة الصدوقيين اللي منهم حنان وقيافة ورؤساء الكهنة، الذين لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، لا يؤمنون بالروح ولا الملائكة ولا الحياة بعد الموت، وهن اللي كان عندهم البزنس تبع الهيكل، فمن أصله يعني ما بيهتموش للأمور الروحية. لكن الفريسيون بيهتموا طبعا في حرف الناموس أن مثل هذه ترجم. شمعنا ما رحتوش لرئيس الكهنة؟ وشمعنا ما أنت عارف أنه ممنوع تقتل أي إنسان، لأنه لازم تحكم بحسب شريعتك، والقتل هو كان فقط للرومان
اللي بيقوموا في الإعدام. لكن عارفين هذا المواضيع، لكن عاوزين يستخرجوا يجربوا يسوع المسيح، يعطيهم الجواب ومن خلال الجواب يمسكوا عليه ممسك حتى يهنوه وحتى يفضحوه وحتى طبعا يعلنوه علنا. فالفكرة مش المرأة التي أمسكت وهي تزني، وتخيل كم الفضيحة في هذا الموضوع في الشرق، لكن إن قال يسوع ارجموها، ما هو قلعة أنطونيا وين الحرس الروماني مش بعيد كتير، عم بناقض بيلاطس وعم بناقض الرومان وعم بيقوم في محاكمة مش من مسؤوليته، هاي كانت مسؤولية الحكام الرومان. والرب يسوع قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ثم لو قال أيضا ارجموها مش بس بيكون مناقض للرومان، بيخسر شعبيته لأنه كان عيد ونهاية العيد عيد المظال، وإنه يسوع المسيح كان في بهذا العيد بيكون أكثر من 1,000,000 شخص، يمكن 2,000,000. فتخيل الشعبية اللي كانت عند يسوع بيخسرها، إنه هو رفيق الخطاة والعشرين والناس المكروبين والضعفاء والأرامل والناس المحتاجة، يعني التي تعتبر مزدرى المجتمع في تلك الأيام، هذه النوعية اللي كان بيتعاطف معها يسوع المسيح. ولو قال يعني لا ترجموها، فالفريسي راح يقول عم بعلم تعليم ضد موسى، ومسبقا قال المسيح لم آت لأنقض بل لأكمل، أعطى تفسير لروح الشريعة الحقيقي. فإذا قال يسوع من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، والظاهر إنه الضمائر تبكتت، وإنه لسبب ما يمكن أعلنت أو فضحت أفكارهم أمام عيون المسيح الكاشبة الكاشفة الفاحصة، فالجميع ترك من الكبير للصغير. والآن هذه المرأة المتورطة في مشكلة الزنا هي أمام يسوع المسيح، هو اللي له حق إنه يمسك حجر ويرجمها بحسب الشريعة اليهودية، لأنه الكامل هم مش كاملين. هو قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، فإله الحق إنه يرجمها. ومع كل هذا سألها بصوت دافئ، بصوت حنون، بصوت مليان حنية وشفقة ومحبة على هذه الإنسانة المخلوقة على صورة الله الأدبية الروحية. سألها أمدانك أحد؟ قالت له لا يا سيد، ما فيش أي واحد، كلهن تركوا. قال لها يسوع ولا أنا أدينك، بس في شرط، اذهبي ولا تخطئي فيما بعد. يعني لازم تعمل حياة قطع، حياة انفصال، حياة التوبة الكاملة عن الخطية، لأنه بعد قليل سوف يموت المسيح من أجل هذه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. فإذا العدالة مش مزبوطة، والرياء ملون، ومظاهر التدين الخارجي بس من جوة، يعني مثل ما وصفهم يسوع قبور مبيضة لكن من جوة نجاسات، والدوافع كلها خطأ، والفكرة ليست المرأة لأنه أصلا ما بهمهمش، عاوزين يسقطوا يسوع بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية ضد يسوع المسيح. وبتعرف حبائي أصعب شيء لما الإنسان بيكون في ورطة، ولا سيما في ورطة في عرف المجتمع الشرقي، إنه ينبغي طبعا فضيحة للعيلة للمجتمع وبهدلة كبيرة. وتخيل الموقف، ما حد فحص مين هذه المرأة، شو كان طفولتها، هل تعذبت بطفولتها، هل هي معروفة، إيش معنى إنه مسكوها ما مسكوش الرجل، طب هل في جماعة من المتدينين كانوا بمارسوا الزنا مع هذه المرأة، وإلا شو التفسير ترك من الكبير للصغير. فضايح بتملى صفايح. وبعدين أين المعلم؟ المعلم الحقيقي مش اللي بيفضح،
ولا اللي بينادي او بجرح. وبتعرفوا اصعب شيء، بتعرفوا دايما الفضايح والتجريح هو من اخوتنا مش من الرب. الرب يعني بحبنا ومش بديننا، لكن هو في يوم من الايام رح نوقف امام الرب. بس الناس اللي بتفضح والناس اللي بتهزئ والناس اللي بتجرح والناس اللي بتخلي السمعة مثل الارض ومثل الطين، والاغرب من هذا انه ما حدا بيفحص الامر ولا حد بيهتم بالامر، بيسمعوا كلمة. واليوم احنا طبعا في التواصل الاجتماعي اي شيء ممكن تقوله ممكن يصل لكل العالم للأسف. لكن اللي عاوز اقوله، اذا انت في ورطة تعال لحلال كل المشاكل. المسيح هو اللي حررنا من كل الورطات، وحررنا من عذاب الضمير ومن عذاب السعير ومن بئس المصير. الرب اللي أعطانا الحرية نختاره وهيك نعيش بحرية، حرية مجد أولاد الله، نعيش بقوة داخلية بنصرة، مش عايشين نهتم شو فلان بيقول أو فلان، لأنه اللي حيقول شيء رح يقول شيء بغض النظر، واللي رح يفضح رح يفضح بغض النظر. لكن أحبائي، الرب مش بتاع ورطات ولا بتاع فضايح، هو اللي بيستر. المحبة تستر كثرة من العيوب من الذنوب، والمحبة تغفر، ونعمة الله أكبر من أي خطية وأعظم من أي شيء منرتكبه في حياتنا. لكن هذا ليس عذر، إن هذه النعمة المخلصة هي نفسها النعمة اللي بتعلمنا كمان أن ننكر الفجور. هي نفس النعمة التي مقيمون فيها، يعني عايشين بالنعمة، عطية الله المجانية. فإحنا بنشكر رب كل يوم. ولو إحنا فعلا في ورطة أقول له يا رب أنا أمام قرار خطير وصعب جدا، أنا في ورطة صعب أحل مشكلتي وصعب أشوف، يعني مش شايف النور، تعال اكشف بنورك. بنفس الإصحاح قال يسوع أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الرب يسوع بحبك، الرب يسوع اهتم بالخطاة واهتم بالعشارين، وقال الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل الخطاة. إخوتي وأخواتي، يسوع عم بقول لك اذهب ولا تخطئ. ولما بقول مغفورة لك خطاياك، هي الموسيقى واللغو واللغة وجمال صدى الصوت اللي بنسمع إلى يومنا هذا، اللي بيعطينا الشعور بالحرية وبالراحة الداخلية وبالسلام الكامل. هل أنت في ورطة؟ تعال للرب يسوع قل له يا رب أنا في ورطة اليوم. وإذا أنت على فكرة محتاج أنه نصلي معاك، إحنا ما زلنا نطلب منكم، كل من يحتاج إلى صلاة. وإنت فقط قول لا تذكر اسم، وإنه هذا شيء خاص، إحنا نؤمن بالسرية أيضا. فالرب يباركك والرب يحميك والرب يشفيك، والرب يحول اللعنة لبركة والظلمة إلى نور، والرب ينقلك نقل جديد كما هو مكتوب صانع أمر جديد. نحب نتواصل معك، وشارك هذا الفيديو حتى تكون مبشر معنا للآخرين، والرب يباركك.